أول شيء كشرفنا الحضور الأخ الحبيب علي بن معمر، فعلا كتجمعني به صداقة كبيرة وعلاقة أخوية كبيرة. مني كنت في فريق الدفاع الحسني الجديدي، الحمد لله علي بن معمر كيمتاز الأخلاق عالية، وكنتمنى لي أن هذا الفرح يبقى ديما في الحياة ديالو ويسير الحياة ديالو حتى الآخر شيء في الحياة ديالو. الحضور ديالي كيكون يعني عندي علاقة يعني طيبة مع جميع اللاعبين، لا سواء في أي فرق، عندي علاقة مع جميع الفنانين طيبة، ما عندي حتى شي خلاف الحمد لله. فما غاديش نكذب لكم على راسي، فالحمد لله كنمتاز بواحد الطيبوبة اللي كتجمعني مع اللاعبين، لا سواء يعني هذه ما كاينش شي إشكال أننا نكونوا يعني فريق محايد ولا هذا، فاحنا مغاربة كنمثلوا مغرب ديالنا وداك الشيء. أولا تحية كبيرة من قلب عبيدة طرما ناس فاس، بعدا اليوم كنتواجدوا في فاس في حفل العقيقه ديال با معمر، الله يطولنا في عمرو خويا علي من الكبار. اليوم جينا باش نحيوا هذا الحفل هذا اللي حاضرين فيه وجوه رياضيين، وجوه صحفيين، فنانه، فشرف ليا اليوم كنتواجد انا من ضمن هذه المجموعه هذه باش نخلقوا واحد شويه السعاده والفرحه والسرور على الناس اللي حاضرين. اللي الحمد لله دازت واحد الوجبه اللي دازت غزاله ونايضه نايضه ديال بصح. اش كنقول لهم؟ بصراحه الله يجعل هاد زياده في الاسلام، والله يكمل عليهم، والله يطول لنا في عمره، وخونا وحبيبنا وراه كنموتوا عليه بزاف بزاف بزاف. فاول حاجه مبروك العلي بن معمر بالحفل الزفاف ديالو، فكنتمنى ليه كل خير، الله يوفقه هو والزوجه ديالو في صالح الاعمال ان شاء الله، والبنيه ديالهم الله يربيها في عزهم. بالنسبه للحضور ديالي فهي شرفني انني نكون مع من الحاضرين من عائله ديال علي بن معمر ولا الزوجه ديالو. الحمد لله هذه الليله جميله تجمعنا فيها، واخا انا كنت خرجت من المغرب دابا جاي وقت تقريبا عامين توحشت الاجواء ديال الاعراس المغربيه والحفلات، فالحمد لله انا جد فرحان انا بزاف انني نكون متواجد في هذا الحضور في هذا الزفاف هذا. اول حاجه الحضور ديالي بحالو بحال كاع الحضور ديال اللعابه والفنانين اللي حاضرين اليوم، وهذا ان دل على شيء انما يدل على الحب اللي كنكنوه لخونا بن معمر علي، وكنتمنوا ليه كل التوفيق في حياته الكرويه، وكنتمنوا ليه مسيره موفقه في حياته الشخصيه وحياته المهنيه. الحضور ديالي كنتمنى يكون كله فرح مع خويا علي بن معمر اللي هو صديق ديالي اللي قريب بزاف ليا. كنتمنى ليه التوفيق ديالو في الحياه الزوجيه ديالو مع المدام ديالو والبنيه ديالو صوفيا، اللي كنتمنى ليهم بكل فرح ان شاء الله. وعلي عزيز وغالي وابار الكره، الله يعمرها دار وظريف والله يسهل عليه. ناري مشيتي ليا داكشي شويه صعيب، هديه ما نكذبش عليك انا عندي كلشي صراحه، هديه عاديه جدا بالنسبه ليه. انا خاصني نقولها ياك ضروري ولا غنتعاقب؟ ضروري. هو واحد القدر من المال باش مجرد هديه وصافي، حيت ما لقيتش هو يستاهل كل خير. دونك حنا الدراري كاملين حاولنا نديروا واحد القدر من المال وكتعطي ليكم هديه وصافي. السلام عليكم. اولا مرحبا بنا في فاس، والكل في فاس. جينا اليوم باش نحتفلوا مع السيم علي بن معمر الصديق ديالي والاخ ديالي واللاعب الدولي، جينا باش نحتفلوا معاه ونفرحوا معاه هذه الليله هذه، وكنتمناو المغاربه كاملين الافراح ان شاء الله الرحمن الرحيم. شنو كتمنى اليوم؟ كنتمناو السي بن معمر والعائله ديالو كنتمناو لهم حياه سعيده، وكنتمناو لهم يعني حياه موفقه ان شاء الله الرحمن الرحيم. جيت انا لا لا، حنا الاصدقاء ما بيناتناش الكادو، حنا غير الحضور ديالنا اللي يحضر عندي ولا نحضر عنده، هذاك هو الكادو. ضحكتيني بهذا السؤال هذا. شفتوا شي فيديو ديال كريستيانو؟ شكون هاد الناس؟ بزاف الناس اللي متبعين. الناس كيقولوا انا ما قلت حتى شي حاجه، واللي هذا راه كيبقى ديال الجمهور انا شبيه كريستيانو، بزاف الناس كيقول لي تشابه ديال، بعض الناس كيعيطوا لي بانول، بعض الناس كيعيطوا كل واحد كيعيط لي، ولكن هذا محسن نشيط. فكنفتخروا داك اللاعب كبير كنفتخروا به اننا يكونوا شبيه ديالو، ولكن محسن نشيط كيبقى عنده جماليه خاصه.